انا مش هعرف اضيف كتير بعد كلام الحبيب محمد بن عبد التواب، بس دلوقتي انا بحب اقرا الحاجه كويس. اللي مكتوب هنا تحسين فرص التشغيل، تمام؟ عشان احسن فرصه لازم اعمل سوات اناليسيس. هنقولها بالعربي وبالانجليزي. كلمه سوات يعني تحليل رباعي، اس دبليو او تي، هو ضعف فرص تهديدات. اي حد ممكن يعمل لنفسه لمؤسسته سوات اناليسيس، تحليل رباعي. نواحي قوه تحتاج تدعيم، نواحي مش هنقول ضعف، هنقول نواحي تحتاج تحسين بلغه الجوده زي ما اشار محمد بيه، تمام؟ وفي اوبورتيونيتيز يعني فرص متاحه، وفي ثريتس يعني تهديدات. وكلنا بنقرا كلمه ثريتس دي كل يوم، عمالين تحط فلاشه في الكمبيوتر وتعمل سكان يقول لك نو ثريتس، يعني لا تهديدات. لازم اجيب كونسبت من الاربعه اللي احنا بنتعرض ليه عشان نستوعب الايه؟ الموضوع. انا عندي نقاط قوه في مؤسستي، يعني مع الفرق والتشبيه واحترامي لحضراتكم، لو كشت في نقاط قوه، الراجل اللي موجود جوه ده عنده خبره، تمام؟ المساحه صغيره شويه، ترتيب الحاجه عنده محتاجه تحسين، ده جانب ضعف، تمام؟ وجوده جنب مؤسسات فيها كثافه عاليه في فرص متاحه، تمام؟ جنبي واد شراطه دوشه الكلام ده مع احترامي للورش وكده، وطالما بيعمل عمل شريف، بس بتمثل له هو تهديد. يعمل ايه بقى؟ يدعم نقاط القوه، يعالج جوانب التحسين، تمام؟ يستثمر الفرص، وتعالوا نشيل من قاموسنا كلمه استغلال ونحولها لكلمه استثمار. قال الاستثمار جاي من الثمره، والثمره بتيجي منين؟ من الزهره. والكلام ده واقع على الاذن ايه؟ جميل. حتى بالتعريفات الجميله للجوده، الاستثمار الامثل للامكانات المتاحه. الستات زمان الامهات والجدات كانوا بيخبزوا بيطبخوا فين؟ وسائل بسيطه جدا، تمام؟ وكلنا من بيئات متقاربه. دلوقتي مايكروويف سبع ست عيون الا من رحم ايه؟ رب. يبقى انا عايز منتج عالي الجوده انافس بيه، انا ما بدورش على المنتج النهائي، انا بدور على الكواليتي اشورنس ضمان جوده، انا بدور على كواليتي كنترول ضبط جوده، بدور على كواليتي اكريديتيشن. معانا اساتذه الافاضل اللي هو الاعتماد، بعد ما المؤسسه بتستوفي معايير الجوده بتحصل على الاعتماد. انا ما بنافسش محليا، ما ينفعش انافس محليا ومعايا مؤسسات رائعه بتشارك في هذا المشروع. لغايه البنفلت المطويه اللي في ايدي دي اللي عاملها انا مشكور، بس كان في اي عمل وعلى قيمتها. ليه؟ حتى اختيار الالوان اللي عليها اختيار مقصود واختيار جميل. لما الاقي لون اصفر وده لون فاينانشال، لون مالي متعارف عليه دوليا. لما الاقي لون سماوي، لون السماوي حرف الاس، ده لون المعايير عملت ملوش حدود، بيناسب المعايير اللي بينسجم معها، بيستدخل وفضفض ما لا ينسجم معها. اللون الاخضر، اللون الاحمر ده بالالوان المبهجه. اللون اللي هو بتاع حرف الاي لون رمادي، وده يناسب الاهداف، ونعلي السقف بتاعنا دايما بتاع التطلع والاهداف. وليه خلاه لون رمادي؟ اختيار رائع. اللون الرمادي كل الاهداف ليه؟ طرح الاسمر خلف ظهره ويتطلع للابيض فوق في المنطقه الايه؟ الرماديه. ومعظم البنفلت معمول بلون اخضر، وده نمال وخضره ولون مبهج. وعندي هنا دروس، ولو حركت اصغر تنس يتحرك معاك التنس الاكبر. يعني انت لما بتحرك الشاب بيتحرك وينزل سوق العمل ويبقى له دخل، يبدا ان هو يجيب متطلباته، مهما كان التنس صغير هيتحرك التنس الايه؟ الكبير. وبشكر حضراتكم على الموضوع. دكتور احمد يسري ويغني كل جلسه، بنشكره جدا. Yeah.